الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خير، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 11 من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر الثالث لعام 18 و2000. وقد وقفنا على باب في ميراث الغرقى والهدمة من كتاب المواريث من الملخص الفقهي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: باب في ميراث الغرقى والهدمى. وهذه المسألة كثيرة الوقوع، عظيمة الإشكال، ألا وهي مسألة الموت الجماعي الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين، لا سيما في هذا الزمان حوادث السيارات، الله يعافينا وإياكم. كثير من الناس يموت في حادث سيارة، يعني مجموعة من الناس، قد يكون حافلة، قد يكون في قطار، قد يكون في طائرة، فيكون من أسرة واحدة. حوادث السيارات، فقد يموت بعضهم بالحال وقد يموت بعضهم بعد فترة. إذا كان قد مات في مكان واحد أو لحظة واحدة من يرث أحدهم الآخر، ولا ندري من هو الذي مات قبل الآخر، هنا في مسألة. أما إذا مات أحدهم قبل الآخر فالأمر واضح، فمن عاش ولو لحظة بعد الأول يرثه، ثم ورثة الثاني يرثونه. لكن المشكلة إذا حصل حادث، جاء الناس ولا في حريق ولا غرقة ولا حادث سيارة ولا ولا المتوارثان قد ماتا في لحظة واحدة ولا نعرف أيهم مات قبل الآخر، فهذه المسألة التي يبحث العلماء. نعم. لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا، ومن المتأخر ليكون وارثا. نعم. وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات، وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك. نعم، استمر. فإذا حصل شيء من ذلك فلا يخلو الأمر من خمس حالات. نعم. الحالة الأولى: أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعاً في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر. هذا مثل لو سقط الطائرة أو حادث شديد قوي، فواضح أن إيش الماء، الجميع مات في لحظة واحدة. نعم، هاي الحالة الأولى. ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا. نعم، ما يرث أحدهم الآخر، لأن من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا عند وفاة المورث، لكن هم إيش مات جميعا، لم يكن حيا الوارث حتى يرث من الذي مات معه. نعم. الحالة الثانية: أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس. ولم ينس. فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. نعم. كيف ينسى؟ كما لو أسعفوا المصابين ثم أحدهما مات قبل الآخر، فجاء أولياء الميتين أو الموتى فقال المسعف: من اللي مات قبل الآخر؟ قال: والله ما أدري، هذا قبل هذا وهذا من قبل هذا، أحد منهم الواحد مات قبل بعد الثاني نص ساعة أو لبساعة. يعني هنا عرفنا أن أحدهما تقدمت وفاته على الآخر، لكن ما عرفنا بالضبط منهم هذا مات قبل هذا أو هذا مات قبل. يعني هم لم يموتا معا، مات أحدهم قبل الآخر، لكن ما تحققنا أيهم اللي مات قبل الآخر. هذه حالة. نعم. الحالة الثالثة:
أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر. طبعا الحالة الثانية واضح، إذا عرفنا من اللي مات قبل الآخر فالذي بقي حيا بعد وفاة الأول يرثه، لكن الحالة الثالثة صح أن أحدهم متأخر على الآخر لكن ما نعرف من هو بالضبط، هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا. الحالة الأولى مات معا، الحالة الثانية مات أحدهم قبل الآخر وعلمنا من بقي حيا ومن مات قبله. الحالة الثالثة أحدهم مات قبل الآخر لكن لم نعلم هذا مات قبل هذا أو هذا مات قبل هذا، هذه الحالة الثالثة. نعم. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه لكن نسي. نعم. الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين. نعم. ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. في هذه الأحوال الثلاث الأخيرة، يعني الحال الأول واضح أن يموتا معا لا تورث بينهما، الحال الثاني مات أحدهما قبل الآخر ولو بفترة يسيرة، فمن بقي حيا بعد وفاة الأول يرث الأول. الحالة الثالثة عرفنا أن أحدهما مات قبل الآخر لكن لم نعرف من هما. الحالة الرابعة عرفنا منهما لكن نسينا نفس المسعف والكائن، قال والله ما أدري هذا أو هذا، نسيت في لحظتك، أنا عارف أيهم مات قبل الآخر لكن الآن نسي أيهم. الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين، ما نعلم، لأن بعض الحوادث يعني ما يموتون بالحال، بعضهم مات بالحال بعضهم مات بعد فترة، بعضهم بعد فترة يموت الاثنان، هذا معلوم. نعم. القول الأول عدم، لذلك الحالات الثلاث الأخرى هذه موضع اجتهاد عند العلماء، طبعا نحن ندرس العلم كعلم يعني نستفيد منه، لكن مرجع الأمور هذه عند المحاكم، لو حدثت مثل الحادثة ينظر في المحكمة واجتهاد القاضي والخبراء ثم يصدر حكم وهو الذي يعتمد، يعني حكم المحكمة حكم القاضي ملزم خلاص، المحكمة قالت، حتى لو كان الناس نظرهم يختلف وآراءهم متفاوتة، هذا يقع كثيرا في حال الطلاق، طالق أو ليست بطالق، المفتي ممكن يقول لك نعم يقع الطلاق، ممكن يقول لا يقع الطلاق، لكن المفتي سؤال وجواب، لن يتابعك أنت مسكت الزوجة مع أني قلت لك أنها طالق أو فارقتها مع أني قلت لك ليست بطالق، ما راح أتابعك، سؤال وجواب المفتي، بينما الحاكم أو القاضي لا، جوابه حكمه ملزم، إذا قال زوجة فلان طالق خلاص طالق، تذهب تتزوج واحد آخر حتى لو الزوج غير مقتنع، قال أنا عندي أن هذا الطلاق غير واقع، طلاق بدعي في خلاف الراجح ليس بواقع، خلاص القاضي قال وقع، كما يقال حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا لا بد منه، لأن إذا ترك الناس على الآراء لن ينتهوا إلى شيء، فلا بد أن يفصل بحكم القاضي ويكون هو المعتمد. ولذلك البلاد اللي ما فيها قضاة ولا فيها محاكم شرعية يعانون معاناة كبيرة جدا، خلافات تحصل بينهم، حتى نعرف فضل الله علينا، إذا كانت بلد منضبطة فيها محاكم فيها قضاة هذا الناس تستفيد جميعا من ذلك، لكن إذا كان البلد ما فيها إلا جاليات مسلمة وما فيها محاكم ما فيها قضاة ما فيها انضباط أو فيها حرب، تعتمد قول من؟ الناس يتقاتلون والورث يتقاسمون والأزواج طالق ولا مش طالق، لابد أن نعرف فضل الله علينا في الاستقرار، الاستقرار شيء عظيم للناس. نعم. القول الأول عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا، وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا،
أنا أخشى أن صوتك ما يسمع، لأن أنا هنا يلا أسمعك. شلون اللي من وراء البث؟ تعال هنا أحسن عشان ترفع صوتك شوي، ولا لا؟ شوف الصوت ضعيف، تعال هنا وأقرأ بقوة شوي، عدل شوي. هذا القول الأول أنهم لا يتوارثون في جميع الأحوال الخمس، يعني كلها تعتبر مثل حالة الأولى اللي ماتوا جميعا، لأن كوننا نسينا أو ما نعرف أو من متى ما نريد نظلم أحد، فقال خلاص بما أن لم نتحقق من مات قبل الآخر فلا توارث بينهما، لا توارث بينهما. ينظر إيش في أحوال الورث الآخرين، أما اللي مات في حادث واحد نسينا من مات قبل الآخر، ما تحقق من مات قبل الآخر، لم يتبين لنا من مات قبل الآخر، كل الحالات يعتبر إيش؟ لا توارث بينهما. هذا القول الأول، وعليه جمع من الصحابة وكثير من الفقهاء. نعم. وقال به الأئمة الثلاثة. وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك، ولأن قتل وقعة اليمامة وقتل وقعة صفين وقتل الحرة لم يورث بعضهم من بعض. نعم، واضح. القول الثاني. القول الثاني أنه يورث كل واحد من الآخر، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله. ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، ولأن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب بذلك إلى عمر فأمر أن ورثوا بعضهم من بعض، ويشترط للتوريث أن لا يختلف. واضح القول الثاني. قال يرث أحدهم الآخر، يعني فلان الأول عنده تركة، نعتبر الثاني حي ونقسم التركة على أنه أحد الورثة، وهذا الثاني نعتبره قد مات قبل الآخر، نقسم التركة ونعطي الأول نصيبه من الإرث. واضح؟ يعني كل واحد منهم يرث الآخر. كما لو مات مثلا زوجان، فنعطي الزوج ميراث من زوجته، ونعطي الزوجة ميراث من زوجها. هذا القول الثاني. قلت لكم هذا علم ندرسه، لكن هو يعود الأمر إلى إيش بعد الله عز وجل؟ إلى حكم القاضي، هو عاد يختار ويقضي. نعم. ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموت المشتبه في ترتب موتهم، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، وليس هناك بينة فإنهم حينئذ يتحالفون ولا توارث. نعم، يعني قد يختلف الورثة، لأن كما تعلمون الميراث قد يتغير، إذا كان هذا ميت قبل هذا أو هذا ميت قبل هذا. لو هلك هالك عن ابن قد مات قبله، أبناء الابن مع أبناء، فالأبناء يحجبون من أبناء الابن، فإذا كان لو كان هذا حيا لورث إيش؟ مثل أخوته، لكن لو كان ميتا قبل أبيه فإن أبناءه لا يرثون، لأن الإرث راح يكون للأبناء المباشرين لا لأبناء الابن. فإذا حصل خلاف قل لا، والدنا ما مات إلا بعد ما مات جدي، هذا أولاد أبناء الابن. الأبناء يقول لا، أخونا توفي قبل أبينا. إذا عندهم بينات يدلون بالبينات. كيف عندهم بينات؟ يعني قد يقول أنا عندي تقرير من المستشفى وأنا كنت موجود، مات هذا قبل هذا. إذا ما عندهم يتحالفون، هذا يقسم وهذا يقسم، ما عنده شيء بينة يستند عليها، لكن يقول أنا عن نفسي شفت أن هذا مات قبل هذا ويقسم بالله، وأيضا هذا يرجع للقاضي ويحكم بينهم. نعم. وكيفية لكن إيش يقول حين إذا يتحالفون ولا توارث؟ إذا حلف هذا وحلف هذا خلاص الميراث يسقط، ما يرث أحدهم الآخر. نعم. وكيفية التوريث على هذا القول
أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر أي من ماله القديم دون طريفه، أي ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة قسمته بين ورثته الأحياء فقط دون من مات معه لئلا يرث مال نفسه، ثم تعكس العملية مع الآخر فتفرضه مات أولا وتعمل معه ما عملته مع الأول. نعم، يعني لو هلك هالك وعنده مال وهلك معه واحد آخر من ورثته ولا نعرف من يرث الآخر، على القول بأن يرث أحدهم الآخر، إذا الثاني أخذ من ميراث الأول قسمنا له، ثم الأول يقسم له من ميراث الثاني، لكن ما يدخل في هذه القسمة الميراث الذي أخذه. يعني افرضنا هذا عنده تركة 100,000 وورث من الميت الذي مات معه 20,000، فنضيف 20 إلى 100، كم صار ميزانية هذا؟ 120. طيب الآن نورث الأول من الثاني، نورث من ماذا؟ من 100,000، ما نورث من 120. لو ورثناه من 120 سيرث من مال نفسه، والأمر كذلك لو أن الأول عنده 100,000 وورث من الثاني 20,000، ثم نعطي الثاني من تركة الأول فقط إيش من 100,000، ما نعطي من 20 التي ورثها منه، هكذا يكون. نعم. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث، لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول. نعم. والمجهول كالمعدوم، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم. نعم. وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا. وعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه، عملا باليقين وابتعادا عن الاشتباه، والله أعلم. والله أعلم أن هذا الذي يعمل به المحاكم حاليا، قول جمهور العلماء أنه إيش لا يتوارثان، وكل واحد ورثته يرث منه. نعم. باب في التوريث بالرد. نعم. الرد لغة الصرف والإرجاع، يقال رده ردا أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن الدين الصحيح. نعم. باب الرد، هذا باب من أبواب الميراث. نعم. والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم. نعم. يعني كما هو معلوم القاعدة ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني بالتعصيب يأخذ الباقي، لكن إذا ما كان في معصب يأخذ الباقي وبقي من المال فماذا نفعل به؟ نرد على الورثة لأصحاب إيش؟ أصحاب الفروض، كما سيأتيك الآن إن شاء الله. نعم. وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح، ذلك بأن يعطى ذوي الفروض فروضهم ومن بقي بعدها يعطى للعصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف، وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم. نعم. إنما الإشكال كل ما في إشكال في أصحاب فروض وفي عصبة، الفروض يعني النصيب المقدر شرعا،
إما نصف أو ربع أو سدس أو ثمن أو ثلث أو ثلثان. إذا كان في أصحاب فرض واستغرقوا التركة وفي عصبة لم يبقى لهم شيء، خلاص ما بقي شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفراض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ما بقي شيء، فلا يأخذ شيء العاصب إذا أصحاب الفروض قد استغرقوا التركة. وأحيانا أصحاب الفروض ما يستغرقون التركة، يأخذون حقهم وباقي مال فيذهب إلى العصبة. وأحيانا ما في إلا عصبة، ما في أصحاب فروض، هلك هالك عن 5 أبناء، ما في لا زوجة ولا أب ولا أم ولا جدة، فالأبناء بالعصبة على عدد رؤوسهم يقسمون التركة. لكن أحيانا في أصحاب فروض وما في معصب، فنعطيهم فروضهم وباقي المال، في الحالة يأتي الباب هذا اللي هو الرد، نعيد ونقسم على أصحاب الفروض ما بقي من المال، لأن ما في عاصب يأخذ المال. نعم. إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي، فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين، وذلك للأدلة الآتية. انتبهوا لهذه المسألة، غير الزوجين، الزوجان يأخذان كل منهم فرضه فقط، ميراث الزوج النصف إن لم يكن للزوجة فرع وارث، الربع إن كان لها فرع وارث، وميراث الزوجة والزوجات يشتركن الربع إن لم يكن له للميت الزوج فرع وارث، فإن كان في فرع وارث الثمن، إن كان أكثر من زوجة يشتركن في الثمن. لو أعطينا الزوج أو الزوجة، لأن المسألة يا زوج يا زوجة، فرضه وما في معصب وفي أصحاب فروض وبقي مال، فإنه يرد إلى أصحاب الفروض، ما يرد إلى إيش؟ لا الزوج ولا الزوجة، فالزوجان فقط لهما ماذا؟ لكل منهما فقط فرضه، ما في رد عليه حتى لو زاد المال، لأنه ما يرثونه أصلا إيش؟ إلا بالفرض، ما يرثون بالتعصيب، فيأخذ كل منهم فرضه فحسب. وأما أصحاب الفروض الآخرين فممكن إذا زاد المال وليس ثم معصب يرجع لهم بالرد. نعم. أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت فهم أولى بماله وأحق من غيرهم. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، لكن هذه المؤاخاة ما تستوجب أن يكون ميراث بينهما، واضح؟ ما يرث المهاجر الأنصار والأنصار المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، هذه أخوة في الإسلام لكن ليس بينهم توارث. فإذا مات الميت وعنده أخ في الله من الأنصار وهم المهاجرين وعنده ابن عم، فابن عمه أولى بالميراث من أخيه الأنصاري، واضح؟ أولى الأرحام أولى بعضهم، وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذه الآية أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، آية قرآنية من سورة الأحزاب، هي معنى المقولة المشهورة التي ليست بآية فضلا، ليست بحديث فضلا تكون آية، وهي الأقربون أولى بالمعروف. وقد جربت ناس كثيرين من طلابي في المدارس، في أي سورة هذه؟ اللي يعرف أعطي 5 درجات، الأقربون أولى بالمعروف، كل واحد يقول سورة البقرة آل عمران، لا مو قرآن، هذه ليست آية من القرآن ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذا قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، واضح؟ طب الزوجان ليسوا من ذوي الأرحام فما يرد لهم الميراث، يأخذ الزوج ميراث زوجته على صفته زوج، وتأخذ الزوجة ميراث من زوجها بصفتها زوجة. لكن يمكن أن يرث الزوج من زوجته بصفته زوج ثم يرد عليه بصفته ابن عم، فهو إيش؟ ممكن يرث، لكن إذا كان ابن عم لن يرث بالرد، يرث إيش؟ بالتعصيب، يأخذ الباقي بصفة عصبة لا بأنه بصفة أنه ابن عم، واضح؟ طيب. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته، رواه البخاري ومسلم، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت. نعم.
ومنه ما يبقى بعد الفروض، فيكون أصحاب الفروض أحق به لأنه من مال مورثهم. ثالثاً، جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض أصابه: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته، ولو كان ذلك خطأً لم يقره. فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد. طيب، البنت الواحدة، فإن كانت واحدة فلها النصف. هنا سعد بن أبي وقاص يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لا يرثني إلا ابنة لي. واضح؟ لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم: ابنتك لها النصف، لأن ما في غيرها. ففي الحالة حتى أخذت النصف بالفرض وتأخذ الباقي بالرد، قال هذا دليل الرد. إذ لو لم تكن مستحقة للرد بعد أخذها الفرض النصف، للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ساقك، لقال: لا، ابنتك ما تأخذ المال كله، لها النصف فقط. لكن ما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإقرار الرسول عليه السلام هذا يدل على مشروعية الرد. الرد ما هو الرد؟ يعني المال الزائد بعد أخذ الأهل فروض فروضهم يرجع إليه مرة، يرد إليه مرة أخرى. نعم، الباقي إذا ما في معصب. نعم، طبعا هذا الحديث اللي هو فيه المشهور، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال: الثلث والثلث كثير. هو يريد الآن يتصدق بماله، وذا قال: ليش ليس لي إلا ابنة، ما لي وارث إلا ابنة لي، فعنده مال فيريد يتصدق بكل المال. قال: لا. قال شطره: قال لا. قال الثلث: قال الثلث والثلث كثير. فدل على ايش؟ الثلث والثلث كثير، على جواز الوصيه بالثلث. وقوله الثلث كثير دل على ان اقل من الثلث افضل بعد، يعني لو اوصى بالربع اولى من يوصي بالثلث. ثم علل عليه الصلاه والسلام الحكم معللا، ذكر العله، قال: انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. وهذا ايضا ينبغي التنبيه له، يعني بعض الناس رغبة في الأجر وقد تقدم في السن وفيه أوصي بثلث ماله. إيش بثلث ماله؟ عنده بيت، ساكنين أولاده، زوجته أولاده، فيذهب ويوصي بالثلث، وقد تكون عنده ذرية كبيرة، فالثلث هذا الأولاد ما لن يخرج لهم إلا الشيء اليسير، لأن إيش؟ ثلث ذهب إلى أعمال الخير كما يقول. طيب، أولادك أولى بهذا الخير، إذا سرت تعطي فقراء مثلا أولادك أولى. واضح؟ فلا بد أن ننبه الناس، على الأقل تريد أن توصي لا توصي بالثلث أقل، أو تستثني تقول إلا البيت، تكتب وصية إلا البيت، ما له علاقة بال مثل الرصيد اللي عندي من المال الفلاني ثلثه لأعمال الخير، أما كل ما أملك الثلث هذا يتورط كثير من الناس، يورط زوجته وأولاده من بعده، وقد تعمر هذه المرأة من بعد زوجها. كثير من النساء قد تبقى بعد زوجها 20-30-40 سنة ربما، فكيف أنت توصي بالثلث؟ أين تذهب هذه المرأة؟ خاصة يعني الحصول على البيت ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل، فلا بد نذكر الناس بذلك. تريد أن توصي لا توصي بالبيت، ثلث البيت عندك أرملة بعدك قد تعيش فيه، أولادها قد يكون لهم أولاد، عندهم زيارة، عندهم اجتماع في بيتك، هذا الأولى عدم الوصية في ثلث البيت. عندك أموال أخرى أوصي، والربع أولى من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. نعم. والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام، فلا يدخلان في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد، ككونه عصبة أو ذا رحم فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل الرد، والله أعلم. طيب، استمع. باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،
وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف. الصنف الأول من ينتمي. أنتم تعرفون أنا ليس الأقارب كلهم يرثون، ها؟ يعني الخالة ما ترث، العمة ما ترث، الخال ما يرث، من أدلى بأنثى لا يرث وإن كانوا من أرحامك، ابن البنت ما يرث وإن كانوا من أرحام. فهؤلاء إذا ما كان لا في صاحب فرض ولا معصب وفي مال وما في إلا عمة أو خالة أو خال أو أبناء البنت، فهؤلاء أولى بالميراث، لأن ما في لا ورثة يرثون بالفرض ولا ورثة يرثون بالتعصيب، لكن في أقرباء من ذوي الأرحام إلا أنهم إيش ليسوا من الورثة الذين يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، فيقال عنهم هؤلاء إيش ذوي أرحام لهم ميراث في حالة ماذا؟ لا يوجد لا صاحب فرض ولا معصب. من هو المعصب؟ معصب من هو المعصب؟ يعني غضبان معصب؟ لا، المعصب اللي يأخذ باقي الميراث بعد أخذ أهل الفروض فروضا. من هم أهل الفروض؟ اللي يأخذ نصف، ربع، ثلث، ثلثين، سدس، ثمن، هذا يسمونه فرض. يعني الزوجة إذا مات زوجها وعنده أولاد لها الثمن، فرضها الثمن، ها؟ إذا مات الرجل عنده بنت واحدة فرضها النصف، هذا يسمونه ميراث بالفرض. اللي يأخذ باقي المال يقال بالتعصيب، كما لو هلك هالك عن بنت وعم، فالبنت لها النصف بالفرض، نصف فرض الله لها قدر لها، والباقي للعم بالتعصيب. هذا معنى الفرض والتعصيب، واضح؟ لكن إذا مات الميت ليس هناك من أهل الفرض من أهل الفراض حتى يرث منه، ولا من أهل العصبة حتى يأخذون بقية المال، لكن عنده قرابة، عنده خالة، عنده عمة، عنده خال، عنده أبناء بنت، عنده بنت أخ، فهؤلاء من أرحامه وإن كانوا ليسوا من أهل الفرع من أهل الميراث من الورثة الذين يرثون لا بالفرض أو بالتعصيب. نعم. الصنف الأول من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. أولاد البنات، طبعا أولاد البنات ليسوا من الورثة الذين يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. لماذا؟ لأن بينهم بين الميت من البنت أنثى، والقاعدة لا يرث من أدلى بأنثى. نعم. الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. طيب، هؤلاء ينتسب إليهم، يعني هم أصوله وهو فرع لهم. قال الأجداد الساقطون، إيش معنى ساقطون؟ يعني لا يرثون، كما لو كان في جد يدلي بأنثى، جد ها هو والد، يعني والدتي بيني وبينه ايش الام، هذا ما يرث، لكن اذا ما في له ها هو ما يرث. لماذا؟ لانه ادلى بانثى، بينه وبين الميت انثى. كذلك الجده اذا كان ايش بينه وبين الميت جده فوقها ذكر، تسمى الجده الساقطه او تسمى الجده الفاسده. فاسده مش معنى ان اخلاقها سيئه، لا، لان ما ترث، لأن بينه وبين الميت في ذكر أدلى بأنثى، يعني هي جدة بعدين لها ابن بعدين في الابنها لها بنت بعدين الأم بعدين الميت. فهو لو حطهم في طريقة في طريقه إلى الميت، هذا في إيش الجدة هذه في طريقه إلى الميت في ذكر ثم أنثى بعده. لو أن السلسلة كلها جدات النساء ترث، لكن جدة بينها وبين الميت ذكر، أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، هذه تسمى الجدة الفاسدة اصطلاحاً. طيب. الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا. صح، الأخوة والأخوات الأشقاء الكل يرث، الأخوة والأخوات لأم يرثون، الإخوة لأب يرثون. طيب أبناء الإخوة، الذكور أبناء، إذا قلنا أبناء مش أولاد، أولاد يشمل إيش الذكر والأنثى، لكن الأبناء من يرث؟ أبناء الأشقاء وأبناء إيش الإخوة لأب، لكن أولاد الإخوة لأم
ما يرثون. الأخوة اليوم يرثون الواحد السدس والمجموع يشتركون في الثلث، لا يفضل ذكراهم أنثاهم. لكن أولادهم ذكور إناث ما يرثون، فهم من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفرائض ولا العصبات. واضح؟ طيب، ابن الأخ يرث، بنت الأخ ما ترث. الأخ عصبة، ابن الأخ عصبة، ابن الأخ عصبة، لكن البنت ليست من العصبة، لأن العصبة كلهم ذكور إلا في أنثى واحدة من العصبة فقط، المعتقة. المعتقة التي اعتقت هذا المملوك ثم صار عنده مال بعدين مات، ما في إلا الذي اعتقته، هي الوحيدة أنثى من العصبة، الباقي العصبة كلها ذكور. فبنات الأخوة سواء بنات الأخوة الأشقاء أو لأب أو حتى أبناء وبنات الأخوة اليوم، شوف الأخوة اليوم أبنائهم وبناتهم، الأخوة الأشقاء أو لأب بناتهم فقط، لأن لو أبنائهم أصلا هم عصبة، لكن البنات هم ذوي الأرحام. نعم. الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته. طبعا الصنف الثالث يدخل في ذلك أيضا العمات، العمات أيضا لأنهم يتفرعون من الجد فهم من الحواشي. نعم. الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته. هذا الصنف الرابع غير الثالث، الصنف الرابع هو إيش؟ العمات والخالات. نعم. من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته. نعم. وهم الأعمام للأم والعمات مطلقة، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقة، وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. هذا كلام واضح، بس الخؤولة إيش؟ يعني الخوال. ها؟ الخال ما يرث، لكن إذا ما في إلا خال أولى بالميراث من غيره. نعم. هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد أحد من العصبة، وذلك لأدلة منها. أولاً قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى. ثانياً عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. نعم. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم. هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال. وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد منهم. أعد. وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه. مثلا أولاد البنت، كأن البنت موجودة، إحنا قلنا أولاد البنت يعني البنت مش موجودة، لأن نتكلم عن ذوي الأرحام اللي ما إيش جاءوا للميراث، ما في لا أصحاب فروض ولا عصبات، فيأخذون ميراث البنت لأنهم أدلوا بها. الخال يأخذ ميراث الأم لأنها أدلى بها. ها؟ العمة تأخذ ميراث الأب لأنها أدلت به. بنت الأخ تأخذ ميراث الأخ لأنها أدلت به. هذا معنى ينزل منزلة من أدلوا به. نعم.
فيجعل له نصيبه، فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم لأم، والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهم، وهكذا. نعم. والقول الثاني أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم، والله أعلم. والله أعلم. طيب، نكتب على القدر، يبقى 3 أبواب منك، 4 أبواب من كتاب الفرائض، نرجوه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.